السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في نونا هاند ميد. يا رب تكونوا بخير. زي ما احنا شايفين إن شاء الله هقدم معاكم فيديو خفيف من الكروشيه لكل محبي الكروشيه. هنعمل كوفية من الكروشيه بغرزة الكلاستر. غرزة الكلاستر من الغرز السهلة والبسيطة ونتيجتها سريعة وبتظهر بسرعة، إن شاء الله تعجبكم. أنا هشتغل معاكم بخيط كرتبة، هو خيط متوسط السمك، الشلة وزنها 100 جرام وعدد الأمتار 200 متر. هشتغل معاه بإبرة رقم 4 ملي ألومنيوم، ولو عندك إبرة مقاس 4.5 هتنفع برضو، لأن هو الخيط مش رفيع قوي، هو متوسط. وهنبتدي مع بعض بسرعة علشان ما أطولش عليكم الفيديو. نشتغل غرزة السلسلة. أنا بحب أسحب الخيط من داخل الشلة، لو مش قادرة تسحبيه وفي عقد من جوه تقدري تسحبي الخيط من بره، مفيش أي مشكلة، على حسب ظروف كل بكرة خيط. هبتدي بعدد من السلاسل، يقبل القسم على 2 أو عدد زوجي. بس في الأول طبعا هنعمل عقدة البداية. كل الغرز الأساسية مشروحة على القناة وموجودة في فيديوهات، تقدروا انا حاطاه في قائمه التشغيل كمان على القناه، تقدروا ترجعوا لها في اي وقت. ولكن هنبتدي مع بعض بغرز السلسله بعدد زوجي. انا هبدا ب 22 غرزه، 1 2 3 4 5 6، 22 غرزه سلسله 6. بعد ما عملت 22 غرزه سلسله، هنسيب اول سلسلة عندي هنا من ناحية ايدي اليمين، هسيب اول سلسلة وهدخل في اللي بعدها اعمل غرزة حشو، وبعدين هاخد سلسلة، وبعدين اتخطى سلسلة واروح للي بعدها اعمل حشو، وبرضو اخد فراغ اهو، اخد سلسلة واتخطى واحدة واعمل في اللي بعدها حشو. يبقى انا بسيب واحدة في الاول وبعد كده بعمل حشو وباخد سلسلة وبتخطى سلسلة وادخل للي بعدها وبرضو بعمل غرزة حشو. يبقى انا كل مرة بعمل غرزة حشو سلسلة، اتخطى واحدة واعمل في اللي بعدها حشو. وصلت كده لنهاية السطر بتاعي وعملت غرزة حشو، وبعدين سبت السلسلة تحت وعملت سلسلة طايرة كده هنا. ودلوقتي اخر غرزة هسيب واحدة وادخل في الاخيرة خالص اعمل برضو غرزة حشو. وبكده يبقى انا نهيت اول سطر معايا اهو بغرز الحشو. هرتفع 3 سلاسل المرة دي، 1 2 3، تمام. وهلف الشغل الناحية التانية وهاخد لفة على الابرة، والفراغات اللي انا سبتها او عمل السلاسل اللي انا فوتها هنا دي اللي انا هشتغل فيها، الفراغ ده هشتغل فيه وبعدين اروح للفراغ اللي بعده. يبقى انا مش هشتغل في غرز الحشو اللي في السطر السابق، لا انا هشتغل في كل الفراغات اللي انا سبتها، كل السلاسل اللي انا سبتها هي دي اللي هنشتغل عليه. يبقى هرتفع 3 سلاسل وبعدين هاخد لفة على الابرة واروح لاول فراغ بيقابلني واخد لفة واعمل عمود، بس مش هكمله، هسحب لفتين اتنين وارجع اخد لفة تاني وهدخل في نفس الفراغ واخد لفة، وبعدين هاخد لفة على الإبرة وهسحب أول لفتين، لفة على الإبرة وفي نفس الفراغ هدخل وأسحب الخيط وهاخد لفة على الإبرة وأخرج من أول حلقتين، كمان لفة على الإبرة. تقدري طبعا تكتفي بعدد اللفات ده، بس أنا هزود كمان واحدة وهدخل هنا كده في نفس الفراغ وهسحب أول لفتين وأسيب الباقي، وبعدين هاخدهم كلهم كده لفة وأطلع بيهم كلهم وهاخد لفة على الإبرة وأعمل غرزة سلسلة. ودي تبقى اول كلاستر معايا في السطر، تمام. دلوقتي هاخد لفة على الابرة، هيقابلني اول غرزة حشو اهي، هتخطاها خالص وهروح للفراغ اللي بعدها ادخل فيه واخد لفة على الابرة واسحب الخيط من لفتين، لفة كمان وادخل في نفس الفراغ، انا بشتغل في كل الفراغات اللي بتقابلني، وهسحب لفتين اتنين، لفة كمان وادخل في نفس الفراغ وهسحب الخيط، وبعدين لفة واخرج من اول حلقتين، هاخد لفة على الابرة واسحب الخيط ولفة كمان واسحب اول حلقتين، وبعدين اخد لفة على الابرة واخرج من الحلقات كلها مرة واحدة
واسحب الخيط، اخد لفه واعمل غرزه كده زي سلسله. تمام، كمان مره هاخد لفه على الابره واروح للفراغ اللي هيقابلني، هتقابلني طبعا غرزه حشو، هتخطاها واروح للفراغ اللي بعديها واخد لفه على الابره واعمل حلقه كده واسحب جزء من العمود، وبعدين اخد لفه وفي نفس الفراغ هدخل واخرج اسحب لفه كمان واخرج من حلقتين. كمان مره هسحب اول حلقتين، كمان مره وفي نفس الفراغ، يبقى انا بعمل اربع اعمده بس مش بكملهم للاخر. لفه وهسحب كل الحلقات دي مع بعض وهاخد سلسله بعد كده. تمام، يبقى كده كل الغرز دي اسمها ايه؟ كلاستر. هتقابلني دلوقتي غرزة حشو، هتخطاها وهروح للفراغ اللي بعدها وادخل فيه واسحب واعمل عمود، طبعا مش بكمله، بعمل نصه بس اهو. تمام، بسيب حلقتين، لفة كمان وبدخل فيه نفس الفراغ واسحب، وبعدين لفة واخرج من حلقتين، كمان مرة وادخل فيه نفس الفراغ واسحب لفة، كمان مرة اخرج من حلقتين، اخر مرة معايا هاخد لفة وادخل في نفس الفراغ واسحبها، وبعدين هاخد لفة على الابرة واخرج من اول حلقتين، واحد اتنين. تمام، اخر خطوة في الغرزة هاخد لفة واسحب كل الحلقات دي مع بعضها واخد لفة وهقفل عليها بغرزة سلسلة. تمام، هيقابلني بقى بعد كده ايه؟ غرزة الحشو دي هتخطاها، وكل الفراغات اللي ماشية قدامي دي هي دي اللي انا بشتغل فيها اهي، وبعدين حشو وبعدين فراغ، حشو فراغ حشو فراغ لنهاية السطر. اخر غرزة معايا حبيت اعملها معاكم، بيقابلني دلوقتي غرزة حشو، ودي اخر فراغ هيقابلنا اهو، هندخل فيه ونعمل برضو غرزة كلاستر، نسحب من حلقتين وندخل في نفس الفراغ ونسحب اول حلقتين، وبعدين لفة وندخل في نفس الفراغ ونسحب الحلقتين بعد كده، لفة كمان وندخل في نفس الفراغ وناخد لفة ونسحب اول حلقتين، وهيتبقى معايا اخر حاجة الخطوة الاخيرة، بسحب كل الحلقات مع بعض وباخد سلسلة واقفل عليهم. اخر خطوة معايا هاخد لفة على الابرة، واخر حاجة في السطر كانت طبعا غرزة حشو في السطر الاول، هعمل فيها غرزة عمود بلف اهو، تحت ضلعين حرف الفي اهو شايفينهم، دي غرزة الحشو اللي هي هنا في الطرف، هنعمل فيها عمود بلف. وبكده اكون خلصت السطر الثاني اللي هيكون عبارة عن غرز الكلاستر. تمام، السطر اللي جاي بعد كده هيكون كله بغرز الحشو، يعني هرتفع غرزة سلسلة مش ثلاثة، واحدة بس، وهلف الشغل بتاعي وهروح هنا اول واحدة هعمل فيها حشو عشان تكون لي الفراغ اللي هشتغل فيه في السطر اللي جاي. تمام، وبعدين اخد سلسلة، يبقى انا بدأت بغرزة حشو، كل كلاستر والتانية ما بينهم فراغ هنا هعمل فيهم غرزة حشو، شغلي دايما في الفراغات، وبعدين سلسلة. هيقابلني الكلاستر اللي بعد كده هدخل وراها واعمل حشو، وبعدين اخد سلسلة، انا دلوقتي بكون بالسلسلة دي فراغات هشتغل فيها في السطر اللي جاي، وبعدين بعد الكلاستر في فراغ ما بين غرزة الكلاستر والتانية في فراغ هعمل حشو، وبعدين سلسلة. الفراغ اللي بعديها اهو اللي انا بفتحه بايديا ده اعمل فيه حشو سلسلة. تمام، بروح كده هنا واعمل حشو سلسلة، ما انساش السلسلة. تمام، بعد الكلاستر دي حشو، بعدين سلسلة، يبقى في كل الفراغات اللي ما بين غرز الكلاستر دي اللي انا بعمل فيها حشو سلسلة. تمام، هنا برضو حشو وبعدين سلسلة اهو، هنا كمان حشو سلسلة،
بعد الحشو لازم اخد سلسلة، تمام؟ اخر حاجة بداية السطر دي هروح فيها كده اول سلسلة من الثلاث سلاسل الارتفاع، واروح في السلسلة من فوق واعمل غرزة حشو، ودي تكون بداية السطر. ناخد ثلاث سلاسل، واحد اثنين ثلاثة، وبكده السطر ده يكون خلص. هلف الشغل بتاعي بالشكل ده، وهاخد لفة على الإبرة، وهبتدي شغلي كله هيكون بقى ايه في الفراغات اللي ما بين الكلاستر والتانية. كل غرزة كلاستر والتانية هيكون فوقها غرزة عفوا، ما بين كل غرزة حشو والتانية الفراغات اللي انا كونتها هي دي اللي هيكون فيها غرز الكلاستر بتاعتي. اول حاجة تلاتة سلسلة هاخد لفة على الإبرة، وفي أول فراغ هيقابلني طبعا تحت التلاتة سلسلة دول كان في غرزة حشو احنا شايفينها اهي، يليها على طول في فراغ، هو ده اللي انا هاخد لفة واروح عنده واعمل كلاستر. واحد اتنين لفة وادخل، تلاتة اربعة، تمام؟ من حلقتين بس، وبعدين الإجمالي كله بيطلع بقى مع بعضه بالشكل ده، تمام؟ هيقابلني بعد كده غرزة حشو اهي، وبعد الحشو فيه فراغ، هاخد لفة واروح للفراغ ده اعمل فيه كلاستر، وبعدين لفة على الإبرة، وفي نفس الفراغ اعمل غرزة كمان، في نفس الفراغ ادخل واعمل غرزة كمان، في نفس الفراغ باخد لفة وبدخل واخد لفة واطلع من حلقتين اتنين، وبيستنى معايا اخر خمس حلقات باخد لفة واسحبهم مرة واحدة، وبعدين اخد سلسلة، وبنفس الشكل كده بستمر لنهاية السطر. بتقابلني غرزة الحشو بتخطاها وبدخل في الفراغ، غرزة الحشو اي اتخطاها وادخل في الفراغ، كل غرز الحشو اتخطاها وادخل في الفراغات اللي بتقابلني كلها، وفي نهاية السطر اخر غرزة حشو بعمل فيها غرزة عمود بلفة واحد لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وباقي عندي اخر غرزة حشو في السطر، هعمل فيها غرزة عمود بلفة، بدخل تحت الضلعين وبعمل عمود بلفة، تمام؟ كده انا خلصت اول السطر التاني من غرزة الكلاستر، باخد لفة كده باخد سلسلة وبلف الشغل بتاعي الناحية التانية. بعد ما ارتفعت غرزة سلسلة في نفس المكان كده وبعمل غرزة حشو سلسلة، وبعدين بروح لبعد الكلاستر ما بين كل اتنين وبعض، وبروح اعمل غرزة حشو علشان اكون فراغات، بعمل سلسلة، تمام؟ بروح هنا اعمل حشو سلسلة، ما بين كل كلاستر والتانية بعمل حشو سلسلة، اللي بعدها حشو سلسلة، وفي اول سلسلة من التلات سلاسل ارتفاع اللي في السطر السابق بعمل برضو غرزة حشو، تمام؟ دلوقتي هرتفع تلات سلاسل وألف الشغل، وهشتغل غرزة الكلاستر عادي خالص زي ما اتفقنا، ان اول فراغ بيقابلني هبتدي فيه. اقول لكم برضو دي غرزة الحشو وده اول فراغ اهو، وبعدين دي هتقابلني حشو، وبعد منها فراغ اللي هو السلسلة، فراغ اهو، افوت الحشو اتخطاه واروح للفراغ اللي بعدها، اتخطى الحشو واروح للفراغ اللي بعدها، وهكذا لنهاية الدور. واخر غرزة حشو هنا هي دي اللي انا هعمل فيها غرزة عمود بلفة، بحيث اكون بدأت بثلاث سلاسل واللي هم يعتبروا ارتفاع عمود، وهنا عمود بلفة، وبتكون هي كده غرزة الكلاستر ما بين الدورين، كلاستر وحشو كلاستر وحشو، لغاية ما توصلي للطول والمسافة اللي انت عايزة تعمليهم على حسب رغبتك. الكوفية طبعا انا خلصتها بنفس الطريقة وبنفس الشكل، بس انا كنت مزودة بس في الادوار شوية، يعني في العرض بس شوية، يعني حاجة بسيطة
ده شكل الغرزة، هي عرضها 14 سنتي وطولها 1.5 متر، وقلت شلة الخيط 100 جرام. ده الوش بتاع غرزة الكلاستر، وده الظهر واضح باين جدا اهو، يعني الظهر هو دايما اللي بيكون عليه غرزة الحشو، والوش طبعا واضح منه غرزة الكلاستر بالشكل ده. هي اخدت شلتين خيط من الخيط دوت اللي هو 100 جرام، بس طبعا لو الامتار اكتر من كده في نوع خيط تاني اكيد مش هتاخد الشلتين كاملين، لان هنا 200 جرام عملوا 100 جرام عملوا 200 متر. فين الامتار؟ المهم يعني انا لسه شايفاها دلوقتي ايه، 200 متر و 100 جرام بالنسبة للوزن. اخدت مني شلتين من النوع دوت من الخيط، عرض 14 سنتي والطول 150 سنتي او 1.5 متر. اتمنى طبعا اللي بيشوف القناة لأول مرة يشترك ويفعل مفتاح الجرس بعد ما تاخدي جولة في القناة، وبإذن الله هتعجبك. قولولي رأيكم في التعليقات، وشاركوا الفيديو من فضلكم مع أصحابكم. يا رب يكون الفيديو مفيد للجميع. بشكركم للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.